بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادة موديل أكاديمي صومالي إن شاء الله وحينو كسو جرني عشرة ديني فيزيكسكا لأن هنا عشرة قدن بي وحوكا هاللي استعمارك قيب كاميدا هل بيكيدا ديراركا تصالي كواد عشر كين قدن بي يعني كسو أرغني تصالي هلا بعد أينو كبلاوين إن شاء الله. Example 2, change 0.5 centimeter to millimeter. تصالحاني وحينو كبران دونا سدا centimeter لوغو بدلو millimeter. فيسيكس كمر غلب اينو كو قد جرنو وحال اينو باهي هاي. مر غلب سألن قاب قرن لينو ويديو ان given كانغن دينا عان كو قرنو require كلا اينو ويديي وحال اينو ويديين عان دينا عان كو قرنو سدا وكلا حال انتنا دينا عان كو قرنو سي انو كلا سارنو. وي كدمنا given كيني لا انسيي وام حي و 0.5 سنتيمتر required كيني وام حي مليمتر بلي ويتي. solution 1 حلينتا كوات حلينتا كوات يو حلينتا لبعض واي اسكم جوابها قابك لو سو ساريو لكن وددي ايا كالدوبان. solution 1 solution 2 و لو كجرب اسكو جواب بي سو بحيان اسكو جواب ايا لسو ساريا. مركا مر غلبو آد سؤالات كشاقيسني سنو حاجر تمركا ودى فضد يو ودى دير هدبا ودى أدقى أن موذي سيدين يكو فضد داي أياد مريسا. مركا remember that ولو حاد حسوسنا تابو كليا مركا إن 1 سنتيمتر أي كولا متاي 10 مليمتر واي هوري بانو سو عرقني. so take the given then change the place of centimeter to 10 مليمتر كدمني given كاقي سو غاضو ماشا سنتيمتر كاكو قرن أيادو حاد كو بدليسا 10 مليمتر. That is simple. That's we follow that. Om han soqa da given kay un soqa an soqa to 0.5 centimeter to 0.5 times measure centimeter kam han ku bedele 10 millimeter. Kadimni jawabtu waxay noqonaysa 5 millimeter. Hadaba 5 siday ku timaaday millimeter ka garanay tip. Hadaba 0.5 waxa loo qori kara 5 over 10 or 5 times 10 to the power of minus 1. 5 over 10 waxa loo wada مر البوت لبعدة أد ميدك تأد ودقاتين يسيت هل كده دقاق بتم بي ولا تتوم بي ولا تاول جودة سدى أقول هاد الفايف تنا درك تان لبعدة ذي هل كان تالي يا هل كان لك هني مركه هل كان دي لك هنا إن لموجيو يو إن أن لموجينين واسكم فرق عودة حي مجرد كدمنا ما دام هاد دقاق عن دقاقي شن لوقي بي توم بانري لكن هذا لبتشر عن دقاق لها وحين نقول هيد شن لوقي بي بقول بين نقول هيد لكن هل مربان دقاقي شن لو قيبي طوان or شن لو قيبي طوان تنو حلو قري كرا شن لو قلوفتي طوان لغو جباري minus 1 minus 1 كانو حوكي يمادي مادامة ماركي هوري طوان كو او هوسي اوها دي حق سارة لكيانو جباركي سي لان تروال بو اميل اسكتال جباركي دي واو 1 ويا طوان كانت دي جباركي سوا بوزوتيف 1 ان لمو جو قيمين وما فرد لكن نغتفا دي تاي والا موجين وقصب سداويد وحاد سمينة سماركا شن لو قلوفتي طوان لغو جباري نغتف 1 ما دام طبانك او خوسي و هذه حاجه سهله لك يعني جباركي سي نيجاتيف بنقونيا. so we can write that ادبا وحين اقري كرنا بو كليه مركا ان شن لو قيبي طوان او لو دفتي 10 over 0.5 بن محن اقري 5 over 10 لو دفتي 10 ملم سيده بن سو قاتي كدبن ابريبر لا صار شن هلكو دفو وحي لمتى شن ملم باي لمتى حل انت لبات. solution 2 محل هذا مركا وحل ويدي وامح و مليمتر وحل سيين و سنتيمتر كومباريشن و نسبر بر دي مركا اديغو اقونت ادي هوري كو لاابانايو حلكي سنتيمتر اميس مليمتر بو يلمي دي 10 مليمتر بو يلمي تاي وحل سي هل بيق نوعي اه ايا لا سوده سنتيمتر با لا سوده كدمنا 0.5 سنتيمتر و نسكو سقوري سنتيمتر سنتيمتر بان كو سقوري 0.5 سنتيمتر اميس مليمتر بو يلمي تاي وي دون ناو ما غرانينو كدمنا انا غا اكس بان دونينا ان سو هلنو ميشن اكس تا واحد دوني سيده ايات قادنا سي بي سي دي واحد دوني سي قاوا دي اختيار بعض ولا كدمنا سويدار اسكو دوف سي ان اكس تا نانو سو صار سويدار اسكو دوف اكس تايمز 1 سنتيمتر او وحيلا متى 0.5 سنتيمتر او لو دوفتي 10 مليمتر كدمنا انا اكس بان و باهناي دينا اول بو وحا اكس لا سودو قيبي محل سودو 1 سنتيمتر بلا سوت هلكن 1 سنتيمتر هلكن 1 سنتيمتر قيبي
1 سنتيمتر باي 1 سنتيمتر لسار اكس باي صوبح سنتيمتر سنتيمتر لسار كدمنا 0.5 هذا نقول فتو 1 مليمتر شن مليمتر باي صوبح ذات استاس وحلا دغنت اي ماركا 0.5 سنتيمتر وحيلا متاي 5 مليمتر وهي اكس تي بان سو صارت هاد كدمنا لبدنا سبر بر جيس ماركا 0.5 سنتيمتر وحيلا متاي 5 مليمتر هلكاس نغا بخي حد ماركا حلينت كوبات وحلينت لبات مد كوفوت ادي غيا قادن ولو اني ان جعلها مد كوبات example 3 change 0.04 كيلومتر تو متر كيلومتر هلكن وحين كو بران دونا وحلو يقانو كيلومتر كسدا متر لوو بدلو given كاغي ماركا وحلين سي ايان هلكن كو قورنينا ام حلين سي 0.04 كيلومتر وحلين ويدين وامح متر solution 1 حلين تكوات remember that وحد حسو سناتا 1 كيلومتر ان الى متر هاي 1000 متر كون متر هلك كيلومتر ان الى متر كون متر يعني محنسا اولا يهي وايو مر والبا اس بربرديق اد سميني سيد واين كو خرناتا وحلقو سيي حتى سنتيمتر و ديسيمتر هلك كغا خلني ماينو وايو وحا لين سيون بنس بربرديقينا هلك كيلومتر وايو كيلومتر مركه ورا لين سيي متر كن وا مد كلين ويتي سيدا اغويت هلك كيلومتر يمسمى المتر بيلمتاي وكون متر بيلمتاي سو تيك ذا جيفن هذا هو حسوا قاعدة given كلو سي أو 0.04 كيلومتر كأ then change the place of kilometer ماشي كيلومتر كوكو قرونو بعد ما حتكو بدريسة كون متر بعد كو بدريسة that is simple that is we follow that أو محين الله إن هاي مركز 0.04 كيلومتر ثم هاي مركز 0.04 times ماشي كيلومتر كأ بركة فرو أو 2000 متر كو بدلو مركز طبعا وحنفيل يا هدي 0.04 times 1000 متر هدي لو دفتو 4 متر بسوبحيا هاو هدا با سداي بي 4 كو سوبخداي 0.04 اي وحين او قوري كانا 4 او لو قيبيي 100 100 كان حقو كيمادي او حي كاتمادي دبيعه هدا حلكن اي كو جيرتا امس غود بميد كا 2 غود او حالاده marka dhabecdan baad soo kaxayni ibirkii 4 taad u dhaxaysiini كو سوما حدنا دبيعه مر لواد بات كحيني افرتات دين عمي دي كمرسين كدين وحين قنيسا افر دبيع ابر بيلا ديغان تاي لكن افر دبيع ابر يو افر وا اسكو ميت دبيعه ده حدين ان موجو قيمي غو مفديدو لكن امسا جير بان دقاقي لوا جير سوما لوا ده جير با من توان هلك جير بو توان بوتا دقاقي دقاقي ديد بو توان بوتا dhaqaaqi aad dhaqaaqid bitoban buwata kadiin waxa sameeyna laba dhaqaaq soo oo halkii dhaqaaqba maadaama 10 wato 10 lagu dhiftay 10 dhe 100 xagaas uga yimaado waad u qaybinaysaa mar walba aad horta midigta aad u dhaqaaqdid dhaqaaq walba maadaama uu 10 leeyahay laba jeer hadda dhaqaaqday 100 bay la dhigantay hal jeer hadda dhaqaaqday 10 bay la dhigantay dibada hadba inta dhaqaaqday bay ku xirantahay saddex jeer hadda dhaqaaqday 100 bay la dhigantay way saddex tobanaad bay la dhigantahay maadaama aad midigta u dhaqaaqday waa loo qaybiyaa marka inta jeer aad dhaqaaqday baad u qaybin mise jeer baad dhaqaaqday laba jeer labadaniba dhaqaaq walbana 10 buu lahaa kadibna maxay noqonaysaa marka 10 lagu dhuftey 10 waa ka 100 xagaas ka timaantay waxa ila mid tahay qaabka kale loo qori karno waxa weey 4 lagu dhuftey baad leedahay marka 10 lagu jibaaray minus 2 baad leedahay minus kan xaguu ka yimaaday ilaa 10 lagu jibaaray laba hadaan dhana waa 100 waan garanay minus kan laakiin xaguu ka yimaaday wuxuu ka yimaaday shayga hooseeyaha ah hadii xagga sare la geeyo isagii oo lagu jibaaray ya negative bay noqonaysaa laan hada 10 lagu jibaaray laba hadaan dhana waa 100 bay la dhigantahay laakiin 10 lagu jibaaray minus 2 hadaan dhana minus kan xaguu ka yimaaday hadii lagu dhotiradan markii hore 100 kan markii si horeba xagga hoos u yaali maadaama xagga sare aan keenay waxay ii sheegaysaa negative-ka wuxuu ii sheegayaa in markii hore tirada asal ahaan xagga hoose ay tiilay baan leedahay markaa so we can write that hadaba waxaan u qori karnaa buu leeyahay markaa in 4 loo qaybiyo 100 hadii aynu ku dhufano 1 meter 1 meterkii halkan ahaa uu yidhi waxay la dhigantay 0 by 0 la sar ibreebir la sar ibreebir kala la sar maxay soo haray 10 baa halkan iga soo haray 10 lagu dhuftey markaa 4 maxaa soo bixi 4 meter hago hoose markii hore ibreebir labaan la saaray waa halna qiimo kuma fadhiyo marka 4 meter saasay ku soo baxday hadii la is weydiyo 4 ka xagu ka yimaaday waa tusaale ahaan iyo sharaxaad aan waxaan u bixinayna waxa weeye ardayga ugu hooseeyo
شكي اه افرتن حقوق كي يمادي هدو اسويتيو سو جوابي دي اوهلو ايان شرح هذا بدليا لكن كامر دي نقاب وكانانو شرحيو ارده ما تقالو مركا اسويتي مر والبو تردنا هدو تردنا مركان حسابيني كالكولاتر ما نستعمالين ويفضو داي واي وقاب كان هدد كرانيسيت كالكولاتر ما بانيت واي امتحاماتك كالكولاتر لسمو ويدينيو صابت الاسكو ويدين لأيام حيتاي حسابته وحاجر تمرك قاو مسكحين لو حسابي وقت ما دام يكون فضيدين ان ترتد با كالكوليتر كلو استعمالها لكن مر ولا مسكح ذا كافي عن مرك مسكح ذا سكود مرك ان تكح حسابي سيت سوليوشن 2 حل انت لبعض وحل اي سي وحل اي ودي ايا نس بربر دي وحل اي ودي هرتو متر وحل اي سي ان وا كيلومتر هذا بحلك كيلومتر امسا متر بو يلمدا وا كون متر وحل اي سي ان وا ان ترمز اوف كيلومتر وي سدا ويت كيلومتر كيلومتر بانكو سكوري 0.04 كيلومتر 1 كيلومتر بانكو سكوري waxay ila mid tahay waxa la yidhi waa meter sida aan waxaan leeyahay ma wa aqaani ba x baan qaadanay doorsoomo x la dhayaan qaadanay kadibna x baan u baahanahay si aan x u soo helo horta waa isweydaar isku dhuf taata ku dhufo taana taa ku dhufo x times 1 kilometer waxay ila mid tahay 0.04 kilometer times 1000 meter kadibna ani x baan u baahanahay maxaa la socda ya ekisa dano baana waxa la socda dhilabada dhinac u qayb maxa la socda kilometer kilometer baa la socda dhinac u qayb marka waxa la socda waa kilometer kilometer by kilometer la sar halkana kilometer u qayb kilometer by kilometer la sar kadibna x waxa la mitay 0.04 times 1000 meter labadan hadana isku dhufto waa 4 meter 4 kan xagu ka yimaaday suu ku yimaaday halkaas aan ku soo sharaxay that is taas waxa la dhigantay hadaba 0.04 kilometer meter ahaan 4 ba ila mitay meesha x ka iitagni waxaan ku qori أفرتن بانكو قران أفرتن متر example 4 change 2 سنتيمتر into متر وحينو هالكم كو برانينا سنتيمتر سدلو بدلو متر given كي يبان قران او 2 سنتيمتر are required كي او وحالي ويدي ايان هالكم كو قران او متر as solution حال انت كوات remember that وحاد حسو سناتا 1 متر إنا إلا متر هاي 100 سنتيمتر سابتان تانو سوق هذا نوحاوي waxa la i weydiiyey waxa la isiiyeyba meter iyo centimeter ka sheekeyni kadibna waa inaan wax is barbar dhig aan ku sameeyaa meter iyo centimeter hadaba hadii halki meter ay ila mid tahay 100 centimeter halki centimeter imisa meter buu ila mid yahay ya dhinaca kale ka soo istaag hadii halki meter 100 centimeter uu ku la mid yahay adigii lan waxaad xasuusan tahay un hal meter ba 100 centimeter ah un baad garanaysaa بل انا عكل كسو استاغو هل كي سنتيمتر ام سنتيمتر بو يلمي دياي طبعا تا هدي لا سويديو وحلا دغان تاي سنتيمتر كم حلا سوده بقول با لا سوتا بقول كلا ودا دينا وقيب سي ان سنتيمتر انا سوال 100 باي 100 1 متر ك 100 وقيب هل كي سنتيمتر مركا ام سو يلمي دياي هل متر لو قيب بقول باي لا دغان تاي اور وحلا قوري كرا بقول كو هوسيه سريه كدغ مركا هل او لوغو دفتي 10 لوغو جباري ماينس 2 labada garanay minus ka muxuu yahay waayo markii soo horood hooseey u ah hooseey hadii sareey laga dhigo minus buu qaataa tuudan waa maxay boqolka maxaa loo qori karaa tel lagu jibaari laba loo qori karaa waa ay la mid tahay marka 1 times 10 to the power of minus 2 waxaan u qori karnaa 10 to the power of minus 2 meter baa loo qori karaa waayo wanka qiimo kuma fadhiyo so take the given then change the place of meter 1 meter over 100 given ka soo qaado meesha mitirka ku qoran kaliya waxaad ku bedeshaa hal mitir oo loo qaybiyey boqol that is so simple taasi aad bay u fududahay 2 centimeter waxaa loo qori karaa laba oo lagu dhuftay hal mitir oo loo qaybiyey boqol taasi waxa la dhigan tahay 0.02 meter bay la dhigan tahay siday ku timaaday eberkan mar walba aad kansashid dhibicda halkan kugu qarsoonayd ba halkan iman haddana eber labaad kansan dhibicda halkan kugu taalay ayaa halkan iman halkan iman halkan iman marka la leeyahay ibir ibir ba halkan yaalaya iska jira marka waxa la dhigantay marka 0.02 meter dabcan waxaan sida u sameeyneen waxa la dhigantahay ardayga waxaan sida aan u sameeyneen waxay tahay aan u sharaxay qaabkan waxaan ugu sharaxay waxa la dhigantahay arday markii la yahay waxa laga yaabaa marba su'aal far badan inaad isweydiisid mise laba loo qaybiyo boqol waxa laga yaabaa inaad calculator-ka markii aad gelisid calculator uma baahni laakiin waxaad u baahantahay un kaliya system-ka ah ever true ever ever markii tir loo qaybinayo way ever bad saaraysa dibadda halkan ku qarsoonayd bad halkan ka xayn halkan ku xayn ever bad saaraysa dibadda halkan ku qarsoonayd bad dhinaca bidix u ka xayn ever bad saaray dibadda
هل كان كو تاليبه دنا عبد حوك حين او 0.02 متر اه سوليوشن كلابات حلين طلبات هل كم متر وحي لمي دي هاي بقول سنتيمتر ما حسا اقول لي هاي وحل اسيي وحل يويدي بان سبب برديه وحل اسيي وامحي و سنتيمتر وحل يويدينا و متر كدمنا سنتيمتر يوم متر حرير نوعي اه ايا كدحي سؤال نوعه سايمانيسا هل كم متر مركب بقول سنتيمتر بو لمي دي هاي وحل اسيي وامحي سنتيمتر وي كدمنا سنتيمتر سنتيمتر بانكو هوس قوري او حلا دغان تاي لاود سنتيمتر ولا سي وحن كو سقوري بقول سنتيمتر واي سنتيمتر سنت هل بيجدا اسكو ميدكا واي هل بيجدا اسكو ميدكا ولا اسكو هوس قورا هل كم متر هوس تي سن وحن كو قوري اكس واي وي دونت نو ذا فاليو اوف اكس يا دور سوما اكس قيمه ايو تاغنت ما غرنين هاد اس ويدار اسكو غدو فو ماركا اكس او لوغدو فتاي اكس اس ويدار اسكو غدو فو ماركا اكس او لوغدو فتاي بقول سنتيمتر اكس تايمز 100 سنتيمتر ما حيله مي تايمر كا لاود ان اسكو دفو 1 متر تايمز 2 سنتيمتر هذا أنا إكس بانو باهناي محل صعود مركا 100 سنتيمتر بلا صعود لبضة دينابو قيمة 100 سنتيمتر by 100 سنتيمتر هل مرة سلسار أديك لي إبر by إبر إبر كلا إبر كلا سلسار سنتيمتر سنتيمتر لسار you can سدان واد كرتا إن قاب كادو سرتيد سنتيمتر by سنتيمتر لسار هذا بقى هل متر وحيسو حري إكس وحيلة متهاي هل متر أو لغدو في تيلابو أو لغيبي بقول إكس وحيلة متهاي 1 times 2 2 متر بلا ديان تهاي divided by 100 equal to 0.02 متر ساس يكو سوى بحدي example 5 change 1.04 كيلومتر to decimeter هل كان نوحي نكو برانينا كيلومتر سدى decimeter لغو بدلو given وحالي سيئي باندينا عنكو قرانيا أو أه 1.04 كيلومتر required وحالي ويدين هل كان نكو قرانيا أو أه decimeter solution 1 حالي انت كوات remember that وحالي حسوسنا تا 1 كيلومتر إنا إلى متحاي طوان كونو decimeter so take the given then change the place of kilometer to 10,000 decimeter وادبا given كاك سوقادو كدبنا بوس كا كيلومتر كا وحاد كو بدشا طوان كونو decimeter وانتا 1.04 بان سو خاتي ميشي كيلومتر كم حنكو بدشي طوان كونو ديسيمتر كدي منو حيلا متاي مركا طوان كون افر بغلو ديسيمتر بيلا متاي هادبا تردن صدي كو صوب بحدي وحي كو صوب بحدي 1.04 بو حلو قوري كرا بغل يا افر ولو غيبي بغل صدي كو تمادي بغل كن حكو كي مادي دبادا هل كن كو تالو كحي هل كن جي دقاق والبو الدقاق دي طوان بال ليداي دقاق ان دقاق هادن هل كن جي دبعد طوان بال ليداي لابو طوان هادوي اسكولو فو مركا 10 times 10 و 100 مركا دبعدي هل كن يكو جريتا هاد مركا way qarsoon tahay hadda dunidu waa muujin kartaa dad dunidu waa qarin kartaa qiimo kuma fadhido mar walba xaq midigaad u dhaqaaqdi dhaqaaq walbana maadaama uu toban yahay hadii laba jeer aad dhaqaaqdi toban lagu dhuftay toban bay noqonaysaa boqol boqol ka daba xagga lagu hoos qoro xagga hooseed geyn loo qaybiyo boqol bay noqonaysaa oo waxa kale loo qori karaa boqol iyo afar oo lagu dhuftay toban lagu jabaray minus 2 taan waxay la dhigan tahay minus 2 dan waxay ka 2 waa la gartay oo toban lagu jabaray laba oo boqol ah ayay 2 ka timaaday لكن من كانوا حيكات ما دي وحي انو شيغيسا ان بقول كاني وخوصي مركي وراء وحا so we can write that هذا وحينو وقوري كرنا ان بقولي افر لو لوقي بي بقول او لغو دفتي طوان كون او ديسيمتر ابر ابر با لساري ابر نا ابر كلا لساري كدبنا وحال كان بقول باكو ساري هل كان بقولي افر بقولي افر او لغو دفتي بقول ديسيمتر وحا سوا بحي حال ان بقول يا أفر كدفوا بقول يا أفر إبرة ده لبده إبرة نسكة سوقة هذا وكم سوقة تي طبعاً كون أفر بقوله ديسيمتر حل أنت لبعض سوليشن تو هل كيلومتر وحيلة متاعي طبعاً كونه ديسيمتر given كلي سي كيلومتر 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 بانكو سقوري 1.04 كيلومتر هل كذا سانكو سقوري وحيلة متاعي أكس we don't know ما قرنينا إسوي دار كريس كروس مركا سقوروف one مركا بحنا خلنا نسمركا أكس تايمز ودبعدها وا تايمز بيقول تاني انت مكا x تايمز 1 كيلومتر وحي لما تاي 1.04 كيلومتر تايمز 10,000 ديسيمتر انا اكس بانو باحنا يمحالا سوعد مركا كيلومتر كيلومتر بالا سوعد لو دانا عبا كيلومتر باي كيلومتر لسار اكس كيل جيدي باي سوا بحدي هل كان كيلومتر باي كيلومتر لسار هيا كدبنا 1.04 او لغو دفتاي طوان كونو ديسيمتر محاسو بحي مركا طوان كون افر بغلو ديسيمتر ذات استاسيو حلا دغانت مركا حال دبع 04 انجليش يو سومالي وانا سكو حق قسيا هي لا يابينا 1.04 اما حال دبع ابر افر كيلومتر وحي الى متحي
طبعاً كون أفر بغلو ديسيمتر طبعاً نحن فيلا يا إنات فانتين example 6 example 6 change 1.8 ديسيمتر to millimeter هالك نحن كو برانا ينا سيدا ديسيمتر لغو بدلو millimeter given كي يبان هالك نكو قرطي required كو حالي ويدي او millimeter solution 1 حالي انت كوات remember that وحاسا سوسناتا هالك متر ينو إيلا مديها بغلو سنتيمتر هذا ما دام وحل إسيه وحل ويدي سنتيمتر وسنة هين حدنا سنتيمتر بان سوقاتي تاس وحل دي قانت مركة غاربة سي داركت لي أذان وسو هلينين كدي منو حان دوني مركة إنان لوق كلا عن سومرو يا هذا اللوق كلا عن سوق إليا إلا يعمنا مركة إنان قروب كوات ساوك مركة لو شاكي سنة محال الله اللوق يسوق اللوق هذا اللوق يبان كوتيرا مركة أو حيلا دي قانت مركة حالكي متر وحيلا متى مركة بغول سنتيمتر حالكي سنتيمتر يمسا ملمتر بويلة مديا waa halkaan doonayna inaan wax ka soo saaro 10 mm buu la mid yahay if we wanted to change meter to millimeter hadii aan doonayna marka in meter aan millimeter aan u bedelno we take 10 mm 10 mm baan soo qaadayna by replacing anigu ku bedelayna marka the place of centimeter goobta centimeter kun baan maxaan ku bedelina 10 mm oo maxaa la dhigan tahay waa halka meesha laga hadlayay halki متر ma daama oo ila mid ah 100 سنتيمتر ila mid ah meesha سنتيمتر kun 10 mm ku bedel marka 100 lagu dhuftey 10 mm maxay ila mid ah marka 100 mm halki متر misu ila mid ah 100 mm marka horeba waan idin dhigi kareeyay halki متر 10 kun mm laakin qaabka gravitation baa loo yaqaan waan soo drive kareeyay ya soo dharandarin waa taqaan ya waan soo dharandarin marka marka halki متر كون ميليمتر أي ميتاي سيدي كون متر كولا من نقون كارتا ديل ويدين وددك سدا سادو سو مريسا and you know that وحاد غرانيسا أما وحاد غرانيسا أمبا إن حالكي متر ويلا ميدي 10 ديسيمتر هادو وحبا فوضاني so instead of taking meter we can take 10 ديسيمتر ميشان كا قادن لهين مركا متر وحينو قادنين 10 ديسيمتر that is تاس وحلا دقان تاي 10 ديسمتر وحي إلا متاي ماركا كون ميليمتر 10 ديسمتر كان لغو شيغي وا متر أم وكسونا دا يا وحلا دقان تاي عبدي أحمد وا اسكو مت حدي لغو لغو عبدي أحمد متكت كحيسان تو سالهار شاقة دوني سين لغو قبطو شاقة دا ماركا لابو قوف وا اسكو مت وقواني سايا جيرتا لابضا ماركا وحلو جير ماركا لابضا قوف شاقة دا دي سي اسكو مت بي وقواني يا متكي أدوني سيد كحيسو ما دام أدوني سيد إنه حلقو فات كحيسي تتكيت كحيسن دمت كي ادوني سيد وات كحسين ما دام اي كسي من يهن الشقضة تاسو حان كوضا 8 ديسمتر يوم حال متر ما دام اسكو مدي هن حدان 8 ديسمتر قاتو يا فلا بأس وحد بكو متر مركة 10 ديسمتر وحيلة متى مركة كون مليمتر just now to find the ديسمتر يا حدبا سيان اصو هلو مركة ديسمتر divide by 10 each side labada cidif buu xanu qaybinayna given kan lagu siiyay labadiisa cidif ayaan waxaan u qaybinayna by 10 by 10 waayo decimeter baan doonayaa inaan helo waxa decimeter la socda una u qaybi decimeter ka 10 baan la socda 10 10 u qaybi dhinaca kale 10 u qaybi 10 by 10 waa hal decimeter baa soo baxaya 0 by 0 kunki hadii ibir ibir laga saaro maxay hal ibir hadii laga saaro maxaa soo bax kunki hadii hal ibir laga saaro maxaa soo bax 100 millimeter baa soo bax so take the given then change the place of decimeter to 100 millimeter given kilogu si soo qaad kadibna goobta decimeter ka waxaad ku bedelaysaa 100 millimeter absolutely it's right hey 1.8 oo lagu dhuftey 100 millimeter waxay la mid tahay 108 millimeter 108 kan soo ku yimaaday halkaanina keen 1.8 waxa loo qori kara 18 divide by 10 waxaan idin yiri mar walba oo dhinaca midig loo dhaqaaqo 10 baa lagu dhaqaaqay 10 ka lagu dhaqaaqay in xagga hoose la keenay oo waxa kale loo qori karaa 18 oo lagu dhuftey 10 lagu jibaareen negative 1 halka markii hore positive 1 baa u qarsoonid positive 1 laakiin inaad sheegtid inaad soo muujisid iyo inaad sheegin qiimo kuma fadhinin laakiin hadda maxaan u qasbay inaan muujino negative ka waa negative kan muxuu noo sheegay 10 kan markii hore asal ahaan xag hoos u yaalay bay la dhigantahay sida awgeed midan inoo soo qaadanaga marka 18 oo loo qaybiyo 10 ah
ayaan maxaan ku dhufanaynaa 100 milimitir ah ibr ibr la saar marka halkan oo 10 ah halkan oo 18 ah isku garaac 180 milimitir kana soo qaado waxaan filayaynaa aadahay solution 2 xalinta labaad halkii decimeter imisa milimitir buu ila mid yahay 100 milimitir buu ila mid yahay way waan isbarbar dhigayaa given kii soo qaado oo ah 1.8 decimeter xaggan ku hoos qori decimeter kan ku hoos qoriya maadaama halbeegyada isku mid yihiin waxay ila mid tahay garan mayno x qaado ama abdi ama aisha midii aad doonaysid qaado x baan qaatay x tan waa mid aan doonayo inaan helo isweydaar isku dhufo marka x oo lagu dhuftay 1 decimeter waxay ila mid tahay marka 1.8 decimeter oo lagu dhuftay iyadana 100 milimitir hadwaan x baan u baahanahay maxaan sameynayaa waxa la socda labada cilif u qaybi 1 decimeter by 1 decimeter kadibna halkan decimeter u qaybi decimeter decimeter baan la saaray 1 x baa isoo baxday waayo decimeter decimeter baan la saaray x ta isoo baxday waxay ila mid tahay 1.8 hadaan ku dhufto 100 milimitir decimeter mar horan saaray ya mar horan soo dilay isaga ya maxay la dhigantahay marka isku dhufo labadan hal dhibic 8 hadii 100 lagu dhufto waa 180 milimitir bay la dhigantahay therefore had about 1.8 decimeter waxay ila mid tahay 180 milimitir hadaba meesha x samxan gashan kara 180 milimitir baan gashan kara oo x tan soo helay example 7 change 300 meter to kilometer halkan waxaan ku baraneynaa cilmi ah meterka in sida kilometer lagu bedelo given kii soo qaado required kii soo qaado oo kilometerka aha solution halinta kuwa marka maxaan sameynaynaa remember that waxa suunata in halka kilometer uu ila mid yahay 1000 meter halka kilometer maadaama uu 1000 meter ila mid yahay dhinaca kale ka soo istaagtay ya akiri gaar meesha idinka aad ka aragtaan ma aha ya dhinacan baan ka arkayaa dhinacan aad ka soo istaagi kartaan wey hadaba hadii aad garanaysay halka kilometer inuu 1000 meter uu ila mid yahay halka meter imisa kilometer buu ila mid noqonayaa si aan mid aan soo saarno waxa meter kala socdo labada cilif uu qaybi 1000 1000 1000 uu qaybi kadibna halka meter wuxuu ila mid yahay halka kilometer oo loo qaybiyay 1000 meter kadibna soo take the given then change the place of meter to 1 kilometer over 1000 kadibna given kaagi soo qaado meesha meterka kugu qoran un baad waxaad ku bedelaysaa hal kilometer oo loo qaybay 1000 kadibna maxaan sameeyay marka 300 meesha meterka maxaan ku bedelay 1 kilometer divided by 1000 kadibna maxaan noqonaysaa marka 0 by 0 0 by 0 saddex lagu dhuftay hal waa 3 kilometer oo loo qaybay halkana 10 un bay soo xari taa waxaa loo qori karaa 3 times 10 to the power of minus 1 baad u qori kartaa kilometer oo waxa loo qori karaa hadii kale ebirkan saar dhibicda halkan kuu qarsoonay soo qaado halkan keen oo 0.3 bay ku noqonaysa oo tan ah 0.3 kilometer wadada labaad solution 2 1 kilometer waxay la mid tahay marka 1000 meter hadaba waxa la isii waa maxay in terms of waxa la isiiyay waxa lagu siiyay in terms of meter kadibna 300 meter waxaan ku qoraya 1000 meter baan ku qoraya kilometer kan waa mid aan raadinay xaggoodi hoose xageedi hoose waxaan ku qoraya x kadibna is weydaar x times 1000 meter equal to 1 kilometer times 300 meter x baan u baahanay by 1000 meter by 1000 meter meter by meter 0 by 0 0 by 0 by 0 by 0 x by soo bax 1 kilometer times 3 1 kilometer times 3 halkan 10 kiliya baa soo hari over 10 kadibna maxaa soo bixi marka equal to 3 times 1 3 kilometer kana soo qaad 3 kilometer divided by 10 maxaa soo bixi marka 0.3 kilometer x waan soo helay marka waxaan leeyahay hadaba 300 meter waxa ay la mid tahay kilometer hadan u bedelo 0.3 kilometer Example 8. Ahmed is 1 meter tall. Ahmed is 55 centimeter tall. Ahmed is 18 millimeter tall. Saasay la dhigantahay. Ya, dharkiisa wuxuu yahay mar 1 meter, mar 15 centimeter, mar 28 millimeter. Hadaba joogiisa wuxuu yahay in terms of meter, centimeter. decimeter millimeter adigoo ku sheegayo mar millimeter gibi ahaanba millimeter adigoo ku sheegayo mar meter gibigoodiba
adigoo marna ku sheegayo centimeter adigoo marna ku sheegayo decimeter marna millimeter marka su'aal noocan ah marka lagu yidhi waxay la dhigan tahay horta givenada lagu siiyay isku halbeeg ma aha maadaama in isku halbeeg ahayn waxa laga yaaba halbeeg givenada ku dhex jiro in lagu dhaho inoo wada sheeg sida hadda meter aad aragtaan hal meter baa halkan ku jira laakiin labada kala meter ma aha waxa dhici karta sida centimeter aad aragtaan halkan centimeter baa ku jirta meesha labada kale aan centimeter ahayn maxaa qasaba marka haddii centimeter aan u bedelayno ama habday meter aan u bedelayno in dhammaan meter aan ka dhigo si aan meter aan ugu bedelo waayo halbeegyada markay kala duwan yihiin iskuma darsamaan sida haddii waxaad aragtaan midalan oo kale centimeter haddaan doonayo inaan in terms of centimeter haddaan doonayo inaan ku sheego waxaa qasaba halbeegyada inaan isku mid ka dhigo oo centimeter aan ka dhigo si la mid ah sidoo kale decimeterka iyo millimeter kaba hadaba givenidaanadi aan soo qaadano kadibna aynu soo raadino meterka givenidaanadi waa mar meter baa lana siiyay 55 cm 18 mm required ku xalin weydii waa maxay eeda meter baa lana weydii solution a xalinta a first we have to change the other two given non meter to meter givenada lana siiyay maadaama saddex yihiin labada kale oo meter ahaan aan laynagu siinin aan u bedelno horta markood meter hadduba that is taasi waxay la dhigan tahay baa lagu leeyahay halkii meter wuxuu ila mid yahay 100 cm dhinaca kale ka imow marka halkii cm mise meter buu ila mid yahay si aan u helno dhinac walba 100 u qaybi dhinacna 100 u qaybi kadibna 100 100 la saar halkii cm wuxuu ila mid yahay marka 1 meter loo qaybi 100 so take the given then change the place of cm 1 meter 2 to 1 meter over 100 meesha centimeter ku qoran givenada lagu siiyay umbad maxaad ku bedelaysaa 1 meter oo loo qaybi 100 that is taas wax la dhigantay marka contention oo lagu dhuftay 1 meter oo loo qaybi 100 labadana isku dhufo waa contention meter oo loo qaybi 100 sidii soo qaato hadduan isku qaybiyo marka halkan dhibaato baa qarsoon sida hore aan idin ku soo sheegay ibar saar ibar mar walba saartay dhinaca bidix dhibaato u dhaqaaji ibar saar dhinaca bidix dhibicda u dhaqaaji oo maxay la dhigantay marka 0.55 meter and you know that waxaad garanaysaa ama waxaad garanaysiin in halkii meter uu la mid yahay 1 millimeter aniga hadaba halkii millimeter mise meter buu la mid yahay taasan doonayaa inaan soo heero millimeterku waxa la socda labada dhinac buu qaybi 1000 baa la socota 1000 by 1000 haye oo maxay la dhigantay marka halkii millimeter wuxuu la mid yahay 1 meter loo qaybiyay kun so take the given hadaba waxaad qaadataa given ka then change the place of millimeter to 1 meter over 1000 goofta millimeter kugu qoran baad maxaad ku bedelaysaa 1 meter oo loo qaybiyay 1000 taas waxa la dhigantay 18 times meter oo loo qaybiyay kun 18 times 1 waa 18 oo meter kana soo qaado divide by 1000 hadaa sidan oo kale markay tahay hadaan doonayna isku qaybiyo aad bay u fududahay 0 ba saari dibadda waxaan idin sheegay inay qarsoon tahay halkana iimaan 0 sar dibadda halkan taalay dhinacan keen 0 sar dibadda halkan taalay dhinaca keen oo maxay la dhigantaa marka 0.018 meter calculator kaaga baad ka eegi kartaa walaw laakiin ayna fiicnayn trinka noocan ayna maskaxdaada ka xisaabisid hadaba waxaan sameeyay marka labadii halbeeg oo ka duwana meterka ayaan meter u wada bedelay waka contention centimeter meter baan u bedelay okay 18 mm waxaan u bedelay meter baan u bedelay kadibna aan isku daro marka height ku waxa la weelaa length 1 plus length 2 plus length 3 dar koowaad oo lagu daray midka labaad oo lagu daray midka saddexaad meter 1 meter oo lagu daray 0.55 meter oo lagu daray 0.018 meter maxay la midtahay marka 1.568 meter bay la midtahay اللهم صعان هذا بتو سالي سديدات بانكو جيرنا ما دام A B C D انتا با اي وضع لهايت A دي دي بانكا سوشي غاي B دي بانكو غا given كي سيدي سانو سوا قاتي B دي لكن محالي وي دي او كوشي اغلي يقول يري in terms of centimeter solution بان ليا مركا solution P و هذا با first we have to change the other two given non centimeter to centimeter yeah. لابد كلاو given oo centimeter ahaan aan la inagu siinin labada given aan centimeter ka ahayn centimeter u bedel oo teelaga wada meterka iyo
ملمترك أيان سنتيمتر بدرينا ده تستاسي واحد لدرجة تايم مركا 1 متر وحيلة متر هاي بقول سنتيمتر هالك متر ساسون كوب بدرينا هاي عند 1 سنتيمتر هنا إلى متر هاي 1 ملمتر هدواني ملمتر باندونيا هالك ملمتر مثلا سنتيمتر بيلا مدي هاي si aan u helno milimetrka waxa la soo bilaabay dhinac uu qaybi 10 ba la soo tahay 10 halkan uu qaybi 10 halkan uu qaybi kadibna 10 iyo 10 isla saar halkii mitir maxay la soo bixin marka 1 cm loo qaybi 10 so take the given adba soo qaado given ka lagu siiyay then change the place of millimeter meesha milimetrka ku qoran ayaad waxaad ku bedelaysaa 1 cm over 10 ayaad ku bedelaysaa haye 18 soo qaado marka times meesha milimetrka maxaan ku bedelayaa 1 cm over 10 labadan isku dhufo 1 times 18 waa 18 cm waa 18 cm oo loo qaybiyay 10 hadaba 10 sideed oo loo qaybiyay 10 waxaan sameeyayna marka eberkan aan saarayaa dhibicda halkan ku jirtay ayaan laba dhaxda keenaya bis enough way u filantay marka 1.8 cm heedku waxa lagu helaa marka length 1 plus length 2 plus length 3 waxay la mitay marka 100 cm oo mid ka ah oo lagu daray contention cm markii hore la isiiyay oo lagu daray hal dhibic 8 cm oo had markii hore aan bedelay waxaan soo helay marka 100 contention iyo lix dhibic 8 cm tusaale 8 baan ilaa hadda aan ku jirnaa ADC iyo BDC ayaan ka soo shaqeeyay CDC ayaan ka shaqeynaynaa given key lagu siiyay baan soo qaadanay required kwa maxay decimeter wey marka inta oo dhan baan decimeter u bedelayna solution c first we have to change the other three given non decimeter to decimeter given other and decimeter ka ahayn baad maxad u bedelaysa decimeter hadda degegebigoodii ma baa hawa minna ma aha decimeter waxaan ku qasbanay marka dhamaantood inaan wada bedelno that is just waxa la dhigantay marka halka meter oo ka ah decimeter ahaan mas'uul mid ay 10 decimeter and 1 meter centimeter ahaan mas'uul mid ay 1 meter equal to 100 centimeter hadaba halka centimeter mise meter buu lamid yahay centimeter hada doonaysa dhan labada dhinac ma xad u qaybinaysa 100 waa centimeter ku xal socda ayaa 100 ah halkan 100 u qaybi halkana 100 u qaybi 100 by 100 la saar kadibna 0 by 0 wi marka 0 0 bal la saaraysa oo decimeter kana saarik laga ma wadaad 0 by 0 waa la saaraysa kadibna maxaa soo bixi marka 1 cm waxay ila mid tahay 1 decimeter oo loo qaybiyay maxay soo haray 10 kadibna marka maxaan sameeyneynaa meesha cm ka kugu qoran umbaad maxaad ku bedelaysaa 1 decimeter oo loo qaybiyay 10 sida hadda aragtaan contention oo lagu dhuftay 1 decimeter oo loo qaybiyay 10 kadibna labadan isku dhuf oo xayla dhigantahay kontoni 5 decimeter oo loo qaybiyay 10 eber kan saar oo dhibicda halkan ku taalay laba dhaxda geli oo 5.5 decimeter wey marka and we know that waxaan ogsoonahay in 1 meter uu inoo la mid yahay 1000 millimeter sidoo kale waxaad ogsoon tahay in halka meter 10 decimeter uu la mid yahay hadaba meesha halka meter kugu qoran umbad maxaad ku bedelaysaa 10 decimeter waka that is taas wax la dhigantay 10 decimeter waxay ila mid tahay 1 millimeter aniga maxaan doonayaa millimeter baan rabaa kadibna waxa millimeter kala soo dalabada dhif u qaybi 1 1 la saar haye eberkan eberka la saar hadaba halka millimeter wuxuu ila mid yahay 1 decimeter oo loo qaybiyay 100 waye eberkan eberkan baa la saaray 100 kaliyeed un baa isoo hadhay kadibna waxaynu sameynaynaa midanna meesha milimetrku ku qoran unbaan ayar ku bedelanaynaa given kale ina siiyay intaan soo qaadano oo waxay la dhigan tahay 10 iyo 8 oo lagu dhuftay meesha milimetrka waxaan gashanaynaa 1 decimeter oo loo qaybi 100 10 iyo 8 oo lagu dhuftay 1 decimeter oo loo qaybi 100 kadibna maxaa soo bixi marka labadan isku dhuf waa 10 iyo 8 decimeter kadibna eberkan inta saartay dhibicda halkan ku taalay halkan keen eberkan kalena saar dhibicda halkan ku taalay halkan keen oo soo ma aha marka 0.18 decimeter ha dabcan kadiba heedku waxa lagu helaa length 1 plus length 2 plus length 3 dhererka koowaad lagu daray dhererka labaad oo lagu daray dhererka saddexaad 10 decimeter plus
5.5 ديسيمتر بلاس 0.18 ديسيمتر او اي لما تاي مركا تومن يشان دبا لح سيديد ديسيمتر باي لما تاي حدو تسالي هالسيديدات بانكو تشيرا اي بي سي اي نكسو شقيني دي بان يوكا شقينينا حدنا مليمتر بين او دي بدلينا حدو بسولوشن دي the first we have to first we have to change the other two given non millimeters to millimeter marka koowaad waa inaan u bedelna labada given oo halbeegyadoodii aanan ahayn millimeter millimeter waa inaan u bedelna halkii meter 1 millimeter buu ilaa midahay halkii centimeter 10 millimeter baa ilaa midahay so take the given then change the place of centimeter to 10 millimeter given given soo qaadayna meesha centimeter ku qoran uun baan maxan ku bedelayna 10 millimeter taas waxa la dhigantay contention oo lagu dhuftay meesha centimeter ka gasho 10 millimeter waxa ila mitay 500 millimeter haddaba waxa lagu helaa heightka jooga dhererka koowaad oo lagu daray dhererka labaad oo lagu daray dhererka saddexaad oo maxa la dhigantay marka 1 millimeter oo lagu daray contention centimeter oo lagu daray 18 millimeter sidan isku uma darsamaane maadaama aynu bedelnay meterka aynu u bedelnay millimeter maadaama aynu u bedelnay contention centimeter maadaama aynu u bedelnay millimeter 18 maadaama ay ahayd millimeter bedelkoodi aynu qaadano bedelkeedi 1 meter bedelkeedi maxaa wi 1 millimeter contention centimeter bedelkeedi waa maxay 500 millimeter 18 millimeter bedelkeedi waa maxay waa 18 bedel ma lahayn yaa sideed soo qaado kadibna isku dar marka maxay noqotay marka 1500 example 9 waxa lagu leeyahay marka the distance between two towns fogaanta isku jirto laba magaalo ayaa waxa weeye 136.4 km weeye then what is the distance in meter in centimeter ya fogaanta isku jirto markii loo bedelo given ka kilometerka ah markii meter loo bedelo intay la eegta markii centimeter loo bedelan intay la eegta given ka soo qaado required kale ugu yidhi marna waa meter marna waa centimeter solution 1 ama solution A oo meter ah you know that 1 kilometer in a kilometer tahay 1 meter so take the given then change the place of kilometer to 1000 meter given ka soo qaado meesha kilometer kugu qoran baad maxaad ku bedelaysaa 1000 meter that is taasi waxa la dhigantahay 136.4 kilometer ay un baad maxaad u bedelaysaa 136.4 times 1000 meter isku dhufo marka isku dhufashada way fududahay everkan ayaa tiraysa dhibicdii halkan aad keenay oo soo ma noqonayso marka 1364 bay noqonaysaa ilaan markaan dhibicda halkan keeno times 100 bay noqonaysaa maadaama iberkan aan kansalay iberkan oo aan kansalay bedelkiisu waxaan helay inaan dhibicda dhinac mid gaano raro haye waxay ila mid tahay 136,400 meter solution B oo anigu raadinayno centimeter solution B you know that waxaad ogsoontahay buu kuleeyahay halka kilometer inay ila mid tahay 100,000 centimeter in a kilometer so take the given given kiva soo qaadaysa then change the place of kilometer to 100,000 centimeter baad ku bedelaysa way fududahay taasi that is taasi waxa la dhigantay 136.4 kilometer to where 136.4 umban maxaan ku dhufanay 100 centimeter ever kan ansaraya dibadii ba halkan imaani dibadii halkan haday ba imaato tiradii way badnaanaysa waxay noqonaysa 1364 bay ka noqonaysa oo lagu dhuftay haye inta markaan ku dhufanayna 10,000 baan ku dhufanayna 10,000 ayaan ku dhufanayna bay la dhigantay ever kan hadaan saarno oo maxay noqonaysa marka 3,600,400 centimeter bay noqotay halkan ayaynu casharkeena ku joojisanaynaa laakiin gabayar oo saxaabigeena weynaa Cali ibn Abi Talib oo yiri ayaan halkan ku sheegayaa qof walba oo wax baranayana khusayso
أو حليه مركع جبيجا ألا لن تنالوا العلم إلا بستين سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واستبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان فحليه علمنا بطالب أيا تريي لح أيا أقول له هلا لح ذا أقول له هلا نحوي كو فهن فهن هذا الله ضعي وامدك وقفك وعنابا ما يشكب حيا هذا فهن إلهي قصيي لابو دذال وإن اللتي مادي سدح سمر سمري نادي يلتي سمر يالو حقا نقل حقا نقبح حقا نوحكا ديقو حقا سن آدي حقا سواح لغو ديقتا ميل والبا حقالين ماشي أدمرتكتو سمر ويالو مدى سدح هذا دبوا سمرك مدى أفرادي واه صحي ذا صحي يا صحي ذو حلقة وضا عنتو عاد عنتيت وإن هذا هيسيتيت هذي قاتشو هذي قوكو هيسو حما برين كرتيت بيلا ديقانتاي مدى شنات معلن كوهيغا وإن هذا هيسيتيت مدى اللحات او ادمودي سيد إنا غام قمتاي وحيتاي وقت دير وقت دير وين هذا حبر سيدا دي أتكو بحسيت علماء دي هور أي وحي ليه يجرتي شانسونو شيخ لغو منوخو شانسونو شيخ لغو منوخو أنا غان ماانت محيدونينا إنا نور بلوت أما إنجر أنتان وحد ديغانو وحي آي نفاهم وحبر سيدا وقت قليا وحبر شو ولوين هذايا لغاما وين هذا لحظة صفو وفهنك دذال سامر صحي معلن كوهيغا وقت دير انت هذا ذي زيتت كد دال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.